حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو أن معدل سعر بيع النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 75 دولارا وخمسة سنتات خلال شهر تشرين الأول الماضي، وبهذا السعر يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في الشهر الماضي بأقل من 12 دولاراً عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ 88 دولاراً و26 سنتاً بحسب الإحصائية الصادرة عن سومو. حذرت مصادر صحفية من التداعيات الخطيرة لانهيار الدينار العراقي أمام الدولار والتأثير المباشر له على حياة العراقيين، لا سيما أصحاب الدخل المتوسط والمحدود. ونقلت المصادر عن خبراء اقتصاديين أن استمرار تدهور الدينار يدل على فشل البنك المركزي العراقي في السيطرة على عمل المصارف الأهلية التي تواصل عمليات التهريب إلى إيران، فضلاً عن عدم ثقة العراقيين بالإجراءات الحكومية في إيقاف التدهور. تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوية في تركيا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر إلى 61.36% في شهر تشرين الأول الماضي، مع تراجع التداعيات الناجمة عن الانخفاض الحاد للليرة التركية خلال الصيف وزيادة الضرائب. وزاد التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 سنة عند أكثر من 85% في تشرين الأول عام 2022، لتفقد الليرة التركية نحو 30% من قيمتها منذ بداية العام الحالي بحسب وكالة رويترز. انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو في شهر تشرين الأول الماضي إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين، وجاء الانخفاض مدفوعا بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم. وقالت المنظمة إن مؤشرها الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم بلغ في المتوسط أكثر من 120 نقطة في شهر تشرين الأول الماضي، مسجلاً انخفاضاً لأكثر من 121 نقطة في الشهر السابق له. تباطأ نمو الوظائف في أمريكا بوتيرة أكثر من المتوقع في شهر تشرين الأول، بينما تراجع تضخم الرواتب بما يشير إلى تيسير في أوضاع سوق العمل. وقال مكتب الإحصاء أو إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير له، قال إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وتم تعديل بيانات شهر أيلول بالخفض لتظهر إتاحة 297 ألف وظيفة بدلاً من 336 ألفاً في السابق. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي، يا أمان الله.